لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول. برسم الكلاكيط 28 من القسم الوطني المغربي هوات وبالملعب الشرفي بمكناس، حقق فريق النادي المكناسي خطوة نحو تحقيق الصعود عقب فوزه على شباب قصبة تادلا بهدفين لصفر. مع استهلالي المباراة ضغط هجوم الفريق المحلي صوب الحارس بوعميرة، وهو ما أثمر هدفا رفضه الحكم المساعد بداعي التسلل لتسترسل المحاولات. فرص بالجملة واستغلال بالتقسيط، وفي الأنفاسية الأخيرة تهت الفرج عبر المهاجم أيوب بن عامر بضربة رأسية. في النصف الثاني من المواجهة دخل الفريق الزائر برغبة جامحة في إدراك التعادل، بيد أن المحاولات افتقرت للنجاعة. في مقابل ذلك استثمر ممثل العاصمة الإسماعيلية ركلة جزاء أعلن عنها الحكم بن رقية، نفذها بقوة المهاجم الإيفواري غونازو. لاعبين أدوا عليهم، داروا مقابلة كبيرة، أعطوا له ماكسيموم اللي عندهم، تقاتلوا، كانوا مآمنين أنه هذه المقابلة هذه هي تقريبا اللي غتعطينا 80% ديال الصعود، والحمد لله توفقنا. المقابلة ما كانت سهلة بحال كاع المقابلات، الحمد لله كنا عازمين اليوم أمام الجماهير ديالنا، كنا عارفين المقابلة ما غاديش تكون سهلة، سيرتو فريق الخصم حتى هو كينافس باش يبقى في ليكسيلون. الحمد لله بعزيمة الرجال، كنبغي نشكر هاد اللاعبين، كنا مسيطرين على المقابلة لا في بريمير ميتون لا في دوزيام ميتون، ضيعنا فرص كثيرة، الحمد لله تفوقنا في دوزيام ميتون، سجلنا. كنبغي نهدي هاد الانتصار للاعبين والجماهير ديالنا. تقريبا شباب قصبة التادلة باش نكونوا واضحين، تقريبا هادي ثلاث ولا أربع سنوات دائما تلعبوا فهاد 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 تيلعبوا فهاد المراتب، تنظن بأن البلاصه اللي فيها حنايا فما جاتش يعني بمحض الصدفه، انا كاينين عده اشياء اللي خلات بان غنتعذبوا اليوم. هكذا اذا انعش النادي المكناسي حلم العوده للقسم الوطني الثاني الاحترافي بعد سبع سنوات عجاف في انتظار تزكيه ذلك في اللقاءين القادمين او تعثر امل تزنيت في المباراه القادمه، فيما اوضاع شباب قصبة تادلا تطرح أكثر من علامة استفهام.